24 ساعه مخلص صلاه دي بقى زفت هي والقطه. ومروق يا كلب البحر عشان في ضيوف جايين، بدل ما اقسم بالله هم اديك بالجزمه وبالشبشبين وانت حر. البس. استغفر الله. حاضر يا امي. يا خساره هقعد اروق الشقه ومش هعرف اكل الشوكولاته دي. ايه ده؟ جبتها منين دي؟ دي؟ لا ده انا كنت جايبها بس ناكلها انا وانت بس، بما اني بقى هقعد اروق الشقه ومش هبقى فاضي، فهخلص الشقه وانزل اكلها مع اصحابي. ايه ده؟ طب ليه ليه؟ طب بقول لك ايه، سيبها لي وانا هروق الشقه كلها، والله العظيم ما تروقش حاجه انا هروقها. لا انا برضو مش عايز اتعبك يعني. لا 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 انا عايز اتعبني اتعبني، انا عايز اتعب، ما تعيش نفسك انت، انا هروقها. ماشي اهي يا عم، وانا انزل اقعد مع اصحابي شويه بقى. ماشي. استغفر الله العظيم، انت يا بنت فين الشوكولاته اللي انا كنت جايبها للديو؟ مصدوم محموم قلقان على وش